السلام عليكم ومرحبا بكم مرة أخرى في القناة. مرحبا بكم في فيديو جديد ووصفة جديدة. في الفيديو ديال اليوم إن شاء الله غادي نشارك معكم طريقتي الخاصة في تحضير الكيك اليومي العادي اللي كنحضروه دائما، ولكن بالطريقة اللي كتخليه أو السر اللي كيخليه يكون هشيش ويكون مهوي من الداخل وخفيف، ما كيكونش مدقس، ما كيكونش معجن، وكيكون اسفنجي، وكذلك يطلع يعني بزيان، كيكون ناجح 100% بإذن الله، وكيبقى محافظ على الشكل ديالو والرطوبة ديالو حتى اليوم الموالي، يعني كيبقى بنفس الشكل باش طيبته حتى الغد ليه. طريقة ناجحة 100%، وكذلك ان شاء الله جميع المقادير غتلقاوها في صندوق الوصف. الى اول مره كتزوروا القناه تضغطوا على المربع الاحمر اسفل الفيديو باش تشتركوا وفعلوا الجرس، وخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه. نبداو بسم الله لتحضير الكيك. كنحتاجوا 3 البيضات بحراره المطبخ، 3 البيضات من الحجم الكبير، وغنحتاجوا كاس العنبه ديال السكر الخشن اولا سكر سنيده. هاد الكاس هو باش غنعبر جميع المكونات السائله الاخرى. غنحتاج كذلك كيس واحد من سكر الفانيلا وكاس ديال الزيت. غنديرهم في الخلاط الكهربائي وغادي نطرب الكل جيدا. غادي تعطيوه وقته في التطراب مزيان مزيان حتى كيدخلوا الهواء مزيان وكيتنفخ البيض وكيتبدل اللون ديالو. من بعد كنضيف واحد ياغورت باي نكهه كتفضلوها، سواء الموز او الفاني او الفريز اللي عجبكم. غنضيف واحد القبصه ديال الملح، والمكون السحري والاساسي في هذه الوصفه اللي هو الخميره ديال الخبز، نصف ملعقه كبيره او ملعقه صغيره ديال خميره الخبز، خميره حبيبات. غنطرب الكل جيدا، كل حاجه كنضيفها كنطرب مزيان. هنا غادي نضيف واحد الكاس ديال الحليب، يكون دافي مايل للسخونيه، وغادي نطرب مزيان. ومن بعد كنفرغ الخليط في واحد الاناء باش غادي نضيف الطحين. هنايا عندي الطحين الممتاز الخاص بالحلويات. كنضيف الكاس الاول، غادي ندير جوج كيسان في المجموع. هنايا ضفت الكاس الاول وضفت كيسين من خميره الحلويات، وغادي نطرب الخليط عاد باش غادي نضيف الكاس الثاني تدريجيا. كنضيف شويه بشويه. شوفوا تبارك الله راه غادي يبان لكم غير من الاناء ان الخليط نفخ، والاناء راه عمر، والاناء راه كبير وعمر حتى الفم ديالو. هنا كنضيف الكاس الثاني ديال الدقيق، والدقيق يكون مغربل اي منخول، يكون مغربل مزيان باش كيساعد في ان الكيك يجي خفيف. كنطرب مزيان وكنضيف الدقيق حتى كنحصل على هذا القوام. هذا القوام كنكتب به رقم 8 بلا ما كيتقطع، صافي كنعرف انني وصلت للقوام المناسب. غنضيف بعض القطرات من الخل، وغادي نضيف الفيرميسيل الالوان، يعني هذه اختياري بطبيعه الحال، ممكن تضيفوه، ممكن تضيفوا الفيرميسيل الكحل، ممكن ما تضيفوهش كاع على حسب الرغبه، غير الوليدات الصغار كيبغيو دوك اللوينات يكونوا هكذا في الكيك باش كيعجبهم بطبيعه الحال. صافي كنخلط الكل جيدا، وكناخذ المول اللي ديجا حضرته عندي، دهنته بالزيت ورشيته بالطحين، وكنهز الاناء الفوق مزيان وكنفرغ الخليط باش هكذا كيدخل الهواء في الكيك. وغندخلو الفران بارد وغنخليه على حراره منخفضه، يعني حراره هادئه. الا كنتو غطيبوه في الفرن الكهربائي غديرو على 180 درجه، والفرن الغازي غتخليوه على حراره هادئه لمده 60 دقيقه. انا كياخذ لي 60 دقيقه باش كيطيب، وكينزل يتحمر شويه، وهذا هو الشكل ديالو النهائي من بعد ما طاب. خرجته من الفران، هنايا باقي سخون، وهنايا خليته حتى برد ونزلته في واحد الطبق. شوفوا تبارك الله كيجي طالع غير من 3 البيضات فقط، وكيجي طالع مزيان مزيان تبارك الله، كيكون ناجح 100%. هنا نقطع لكم واحد القطعه باش تشوفوا الشكل ديالو من الداخل كيفاش كيكون. كيجي ناجح 100% وكيجي اسفنجي، وكذلك خفيف بزاف من الداخل، ودوك الالوان ديال الفيرميسيل كيعطيو فيه منظر زوين، كيبقى محافظ على الرطوبيه ديالو، كيكون بحال يلاه طيبته حتى الغد ليه، وتبارك الله خفيف بزاف. ان شاء الله تجربوا هذه الطريقه، وانا متاكده انها غتولي المعتمده عندكم ان شاء الله. فهي طريقه بسيطه وسهله
وكتنجح الكيك 100% ان شاء الله. هنايا كنضغط عليه باش تشوفوا كيفاش كيجي الكيك، يعني كيكون رطب بزاف بزاف، ما قدرش نوصف لكم، ولكن الصوره راه كتوضح كل شيء. كنتمنى ان الفيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم، الى عجبكم كيف العاده شجعوني باللايكات ديالكم وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، ونتلاقاو فيديو جديد ان شاء الله.